العربية التاريخ 3/15/2021 التوقيت من 8:30 صباحا إلى 10:30. كل الظروف مهيئة لإنجاح هذا الامتحانات. بالنسبه لي عندنا احنا بالنسبه لولايه اليزي الان الاشراف تاع الامتحانات هو بما فيها ولايه جانات المستحدثه حديثا، تعداد التلاميذ هو 1266 تلميذ بما يعدل 10 مراكز اجراء، المؤطرين هو 300 مؤطر بما فيهم رؤساء المراكز والنواب والاساتذه المؤطرين.